السلام عليكم، معايا مين؟ السلام عليكم. ايوه، يا شباب هنبدأ دلوقتي ولا لسه شوية؟ حضرتك اتفضلي ابدأي دلوقتي. تمام. هو احنا الاول هقول لكم السلام عليكم. انا امل عبد الجواد، مدرسة اكاونتنج. هو انا هبدأ بالفاينانشال ستيتمنت. اي نظام بيبقى موجود عندي بيكون عبارة عن مدخلات وبعمل عليه عمليات تشغيل عشان اوصل في الاخر لمختبر. فبالنسبة للاكاونتنج، الاكاونتنج مادة بتبقى المفروض ان هي مهمة جدا وان هي موجودة في كل حاجة في حياتنا. الغرض ايه من ان يبقى عندي اكاونتنج؟ الغرض ان انا اوصل للفاينانشال ستيتمنت. الفاينانشال ستيتمنت هنا هي بتكون عندي عبارة عن income statement وبالانس شيت. تمام؟ معايا يا شباب؟ معايا ولا ما حدش معايا ولا ايه؟ معاك. تمام. طيب احنا هنقول على الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي، هي عبارة عن حاجتين، عبارة عن income statement وعبارة عن balance sheet. الـ income statement دي الغرض منها ان هي shows profit or loss for the year، بتوريني الربح او الخسارة اللي انا بحصل عليها خلال السنة. طيب وعندي كمان حاجة اسمها balance sheet او statement of financial position، ودي بتكون show the financial position of the business at year end. طيب دلوقتي انا قلت ان انا عندي حاجتين، عندي income statement وعندي balance sheet او statement of financial position. ليهم ترتيب معين، لان انا في البالانس شيت من ضمن الحاجات اللي انا بتبقى موجوده عندي في البالانس شيت هي الكابيتال. الكابيتال اللي هو راس المال بتاعي. اول ما بنتكلم على الاكاونتنج المفروض ان انا بفصل فصل تام بين الاونرز وبين البيزنس بتاعي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا طلعت مبلغ معين وقلت انا هعمل بالمبلغ ده مشروع وليكن مثلا سوبر ماركت، فيبقى انا كامل شخصيه او حاجه والبيزنس خاص، دي شخصيه مستقله تماما. البيزنس بتاعي شخصيه مستقله تماما. كل ما هقول انا يبقى انا بتكلم على البيزنس مش بتكلم على الاونر. دي حاجه مهمه جدا لازم اخد بالي منها. كل علاقه امل بالسوبر ماركت اللي عملته انها يعني حطت فلوس، فهو البيزنس هيستثمر الفلوس دي ويطلع في الاخر ربح. هي بتاخد من الربح وفي حاجه هي بتاخدها اسمها دونكس. ايه هو الدونكس؟ الدونكس اللي هي الحاجات اللي الاونر بياخدها من البيزنس. الاونر بياخد ايه من البيزنس؟ الاونر بياخد حاجتين، بياخد جودز وهنقول هنتعامل معاه ازاي، وبياخد الفلوس لو حب ان هو يسحب فلوس. لو سحب فلوس اسمها دوينجز، لكن لو سحب بضاعه اسمها جودز فور اون يوز. وهنعرف الحاجات دي واحده واحده. اول ما بتكلم على البالانس شيت زي ما انتم شايفين كده، فبقول ان البالانس شيت بتكون عباره عن الاسيتس ايكوال capital plus liabilities. دي المعادلة بتاعتي. بزنس الاسيتس ده حاجات خاصة بيا انا، بتاعتي انا. تمام؟ لكن الكابيتال دي عليا كبزنس لايه؟ للاونرز. يبقى الكابيتال ده بيكون ملك الاونرز وبيديهولي عشان اشتغل بيه.
وفي عندي حاجه تانية اسمها لايبيليتيز. اللايبيليتيز دي التزامات عليا كبزنس لناس تانية. هنمسك الدنيا بقى حاجه حاجه. فهنقول ايه؟ هنقول في الاول ان انا البيزنس، اوكي، انا البيزنس. لو انا اشتريت بضاعه، فانا بشتري البضاعه بايز جودز من مين؟ من السبلايرز. تمام. هنا لما انا بيبقى عندي، لما ببقى انا السبلايرز، بيحصل حاجه من الاثنين. بشتري بضاعه عن طريقين، يا كاش يا اون كريدت. يعني ايه كاش ويعني ايه اون كريدت؟ كاش يعني هطلع فلوس وهدفعها واخد البضاعه بتاعتي، ودي كده هتبقى حاجه عاديه جدا مفيش فيها مشكله. لكن الحاجه الثانيه ان لو كان اون كريدت. اون كريدت يعني ايه؟ يعني انا اشتريت بضاعه ولسه ما دفعتش ثمنها، وهدفع ثمنها بعدين. في الحاله دي مين اللي هيكون عندي؟ هيكون عندي الايه؟ التريد بيبل، اللي انا بسميه هنا او اللي عامله له اختصار التي بي، او اسمه كريديتور. تمام. دلوقتي انا اشتريت بضاعه ولسه ما دفعتش فلوسها، فيبقى عليا التزام، التزام اللي هي فلوس البضاعه دي، فبسميها لايبيليتيز، ويعني عندي التريد بيبل دي اللي هي اللايبيليتيز. تمام يا شباب؟ اللي في حاجة معايا أو مش فاهمها يقول لي أنا مش فاهم ده. هي الـ TP اختصار لإيه تاني؟ Trade Payable. ماشي. Creditor. أوكي؟ هما الاثنين نفس الحاجة. يا بقول Trade Payable يا بقول Creditor. بعد كده لما هنزل النوتس بعد كده هيبقى الحاجات دي كلها موجودة فيها، وهنقراها برضو مع بعض عشان كل حاجة تبقى مظبوطة معي. الوقت لو أنا بعت بضاعة يعني أو ستوك، أنا عندي inventory. الانفنتوري ده بيعتبر من ضمن الاسيتس اللي عندي. خلاص، الاسيتس دي اللي هي الحاجات اللي انا قلت عليها، الحاجات بتاعتي. لما هاجي ابيع بضاعه ايه اللي هيحصل؟ هبيعها لمين؟ هبيعها للكاستمرز، اللي هو بالنسبه لي هيبقى مين؟ هيبقى اللي اشترى مني. في الحاله دي هيبقى عندي انا عندي بضاعة، خدت البضاعة دي واديتها لحد، بعتها لحد، فيبقى دلوقتي أنا ليا فلوس بره. لأن كده أنا بقول برضه نفس الحكاية، يا كاش يا أون كريدت. كاش يبقى اللي جه اشترى مني البضاعة طلع فلوس واداهاني، فده كاش. لكن أون كريدت بيبقى اسمها تريد بيبل، تريد ريسيفابل، سوري، اللي هو إيه؟ ديبتورز. تريد ريسيفابل. التريد ريسيفابل دي زي ما هنشوف دلوقتي حالا ان هي من ضمن الايه؟ الاسيتس اللي موجوده عندي. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية. لو انا عندي، لا لا انا دلوقتي هتكلم على ايه؟ على البالانس شيت، او اللي هي القايمه المفروض ان هي التانية، بس انا عايزه ابدا بيها لحاجه معينه عشان اوضح لكم نقط معينه. فعندي البالانس شيت ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن المعادلة الأولانية اللي أنا قلتها، اللي هي دي assets equal capital plus liabilities. تمام؟ الأسيتس دي قلت الحاجات اللي هي ملكي أنا كبزنس، ودي الفلوس اللي عليا للأونرز، ودي الحاجات الالتزامات اللي عليا لناس تانية، سواء بقى بنك، قرض انا واخداه او كده. طيب هاجي هنا زي ما انتم شايفين كده، وهقول البالانس شيت. البالانس شيت ده احنا متفقين انه عباره عن جهتين، اسيتس وايه؟ وكابيتال اند لايبيليتيز. الاسيتس عباره عن ايه؟ هو هنا بمنتهى البساطه لما هاجي اتكلم على الاسيتس
هقول there are the items owned by the firm using its source of funds. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي حاجات ملكي كبزنس، تمام؟ فهو مقسم الاسيتس لحاجتين، هما المفروض ثلاث حاجات بس الحاجه الثالثه دي هناخدها في الاخر خالص، فخلينا زي ما احنا ماشيين واحده واحده. دلوقتي عندي حاجه اسمها نون كارنت اسيتس وبعدين كارنت اسيتس. النون كارنت اسيتس دي الحاجات اللي بتكون مدتها اكتر من سنه واللي انا شارياها مش بغرض ان انا ابيعها، ده انا شارياها عشان تساعدني في الشغل بتاعي. زي ايه؟ زي البريميسز، زي الموتور فيكلز، زي الفرنيتشر، زي الفيكتشرز اند فيتنج. دي كلها حاجات انا هجيب عربيه، هجيب مبنى، هجيب اساس، هجيب حاجات كتير. الحاجات دي انا جايباها مش عشان ابيعها، انا جايباها عشان استغلها في الشغل بتاعي. واضح واضح يا شباب معايا؟ طيب بعد كده هتكلم على واضح. الكارنت اسيتس. الكارنت اسيتس بتاعتي دي ودي انا بحفظها بترتيبها، بيبقى عايزني وانا بحل في الامتحان اعمل ترتيب. اول حاجه فيها بتكون الانفنتوري، الانفنتوري اللي هي البضاعه اللي عندي اللي انا شارياها عشان ابيعها تاني. وعندي تريد ريسيفابل، فاكرين انا قلت ايه على التريد ريسيفابل؟ قلت لما ببيع بضاعه لحد ولسه ما خدتش فلوسها بيبقى اسمها تريد ريسيفابل. طيب يبقى انا قلت اول حاجه الانفنتوري، تاني حاجه التريد ريسيفابل، تالت حاجة الـ other receivable. والـ other receivable دول أنا بسميهم prepayments. يعني إيه prepayments؟ يعني حاجات أنا دفعتها مقدم، تمام؟ بعد كده عندي البنك وعندي الكاش. يبقى إحنا هنتفق على ان النون كارنت اسيتس دي الحاجات اللي مدتها طويله بتكون اكتر من سنه وانا بشتريها علشان تساعدني في الشغل بتاعي، اذا او بمعنى اصح باسس بيها الشركه بتاعتي. والكارنت اسيتس دي حاجات مترتبه ترتيب معين، ببداها بالانفنتوري وبعدين التريد ريسيفابل والاذر ريسيفابل والبنك والكاش، ودول بجمعهم مع النون كارنت اسيتس والاثنين مع بعض لما بيتجمعوا بيديني التوتال اسيتس. ودي الجزء الاولاني من المعادله بتاعتي اللي بتقول اسيتس ايكوال كابيتال بلس لايبيليتي. ده الجزء الاولاني، تمام كده انا خلصت وجمعته وحطيت تحته خطين عشان ابقى عارفه ان دي التوتال اسيتس بتاعتي. بعد كده هبدا في حاجه ثانيه، هبدا في الجزء الثاني اللي هو الكابيتال اند لايبلز. القايمه بتكون بنفس الطريقه، غالبا في اخر السنه لما يعني في اخر الماده بتاعتنا لما بنكون بنحل بقى حل الامتحانات، فهو بيكون بالمنظر ده. طوليه ببدا الاول الجزء اللي فوق اللي هو الاسيتس وبجمعه، وبعد كده باخد الكابيتال واللايبيليتي واجمعهم. لازم التوتال اسيتس بتساوي التوتال بتاع الكابيتال اند لايبيليتيز. فهنا هنبدا واحده واحده. احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الكابيتال. الكابيتال اللي هو الاوبننج. يعني ايه كابيتال اوبننج؟ انا اول السنه طلعت 100,000 وقلت هعمل بال 100,000 دول السوبر ماركت، يبقى ده الكابيتال الاوبننج بتاعي. تاني سنه هيبقى الكابيتال 1 السنه اللي انا عاملاها. يعني مثلا لو انا 2020 فيبقى ده الكابيتال بتاعي في 1 يناير 2020. انا بعمل القايمه بتاعتي دي كل سنه، يعني المفروض ان انا عاملاها لاخر السنه بتاعتي، تمام؟ فانا كده
هاخد الكابيتال اوبننج، هجمع عليه البروفيت، او لو عندي لوس خساره هطرحها. يبقى هنا هتبقى بلس بروفيت او ماينس لوس، وهطرح الدراونز. احنا قلنا ان الدراونز بتاعي بيكون عباره عن الحاجات اللي انا سحبتها، الفلوس اللي انا سحبتها من البيزنس بتاعي. مجموع الكابيتال اوبننج زائد البروفيت ناقص الدراونز بيكون هو ده الكابيتال بتاعي اللي بحطه هنا. تمام؟ بعد كده عندي بقى اللايبيليتي. اللايبيليتي دي اللي هي الالتزامات اللي عليا، سواء الالتزامات بقى اللي عليا لاي حد انا خدت منه حاجه. فعندي ايه؟ النون كارنت، النون كارنت لايبيليتي، ودي بتكون عباره عن اللون. هي مش موجوده عندنا غير في اللون. تمام؟ يبقى النون كارنت لايبيليتي هي عباره عن اللون او الكارد اللي انا باخده من اي بنك. بعد كده بيقول الكارنت لايبيليتي. ايه هي الكارنت لايبيليتي؟ وطبعا النون كارنت لايبيليتي اي حال التزامات عليا بيكون مدتها اكتر من سنه. تمام؟ يبقى انا كده قلت ايه النون كارنت لايبيليتي عباره عن ايه. بعد كده عندي الكارنت لايبيليتي اللي هي البنك اوفر درافت. انا قلت قبل كده البنك في الاسيتس اهو، كان من ضمن الاسيتس اللي عندي. انا قلت البنك، واضح؟ انا دلوقتي بقول بنك اوفر درافت. ايه الفرق بين الاثنين؟ وانا دلوقتي حطها من ضمن الكارنت لايبيليتي، فبالتالي هي بالنسبه لي التزام. يعني ايه التزام؟ يعني مثلا انا دلوقتي عميل مهم للبنك بتاعي، ف جه حد انا كتبت له شيك، الشيك ده مثلا ب 100,000 وانا حسابي في البنك 99,000. فجه البنك لما العامل الموظف اللي موجود في البنك لما راح له الشيك، فبص في الشيك فلقى ان فيه بس 1,000، فاتصل بيا، والله يا امل انت بعتي لي شيك بقيمته كذا وانا ما عنديش غير كذا. فاقول له اوكي اديله الشيك وانا هبقى اديك الفلوس. فيبقى ده البنك بالماينس. عشان كده هو التزام عليا، لان انا كده في البنك الاولاني دي فلوس بتاعتي انا حطها في البنك، لكن دي فلوس البنك ده في حالي زياده. فدي احنا في العربي بنسميها بنك سحب على المكشوف. فهي دي البنك ايه؟ اوفر درافت. هاجي بعد كده عندي الايه؟ التريد بيبل. احنا قلنا لما هشتري بضاعه ولسه ما دفعتش ثمنها يبقى اسمها تريد بيبل، او قلت ان اسمها هتبقى ايه؟ كريديتور. تمام؟ ماشي. بعد كده في حاجه اسمها اذر بيبل، ودي الحاجات اللي مستحقه عليا. لما انا جيت هنا قلت ان عندي اذر ريسيفابل، فقلت على الاذر ريسيفابل دول اللي هم بري بيمنت، الحاجات اللي انا دافعها مقدما. لكن لما جيت هنا وقلت تريد بيبل، فيبقى انا بقول انها الحاجات اللي هي لسه عليا اكسبنسز مثلا المفروض ان انا ادفعها او كده. تمام؟ البالانس شيت في مشكله عند حد ولا الكلام واضح لحد دلوقتي؟ الكلام واضح لحد دلوقتي. تمام. دلوقتي انا الترتيب عندي بيكون الانكم ستيتمنت الاول وبعدين البالانس شيت. ليه؟ لان الناتج اللي هيطلع لي من الانكم ستيتمنت هو عباره عن بروفيت فور ذا يير، اللي هو الربح اللي انا هروح احطه هنا مع الكابيتال. اهي انا قلت كابيتال اوبننج وجمعت عليه البروفيت. البروفيت ده
بجيبه من الانكم ستيتمنت، عشان كده المفروض ان انا ببدأ بالانكم ستيتمنت. طيب دلوقتي لما اجي اتكلم على الانكم ستيتمنت هقول ايه؟ اول حاجه هقول السيلز. خدوا بالكم واحنا بنتكلم في اكتر من اسم للمصطلحات عشان انا ما اتلخبطش. في عندي هنا سيلز، سيلز اللي هي المبيعات او اسمها ريفينيو. بطرح من السيلز دي سيلز ريتيرن اللي هي مردودات المبيعات. يعني ايه مردودات مبيعات؟ انا اشتريت بضاعه او يعني ايه انا ببيع بضاعه، فالبضاعه اللي انا بعتها دي انا بعتها لاي حد زي محمود مثلا، فمحمود خد البضاعه من امل وراح بيها المكان بتاعه، فجاي يفتح البضاعه فلقى فيها حاجه مش عاجباه، غير مطابقه للمواصفات، واتفق على لون ولقى لون تاني، في حاجات فيها دامج كده، فبدي رجع جزء من البضاعه. فالبضاعه اللي هو رجعها دي اسمها ايه؟ سيلز ريتيرن، او بسميها ريتيرنز ان اوردر. تمام، يبقى يا سيلز ريتيرن يا ريتيرنز ان اوردر. هطرح السيلز من السيلز ريتيرن فهيديني نت سيلز او سيلز تيرن اوفر، والحاجات دي كلها هتبقى موجوده في النوتس بعد كده. طيب يبقى انا اول حاجه وصلت لها ان انا خدت السيلز، طرحت منه السيلز ريتيرن، اداني النت سيلز وخدته على جنب كده وحطيته لوحده بعيد كده. وهاجي اقول ان دي هطرح منها الايه؟ الكوست اوف سيلز. ايه هي الكوست اوف سيلز؟ هنمشي فيها واحده واحده كده. بيقول لك ايه؟ الكوست اوف سيلز دي عباره عن اوبننج انفنتوري اللي هو المخزون اللي موجود عندي اول المده اللي هو جاي لي من السنه اللي قبلها او من الفتره اللي قبلها، هجمع عليه البارشيزز اللي هي المشتريات واطرح منه البارشيزز ريتيرن. تمام؟ هطرح منه البارشيزز ريتيرن او البارشيزز اوت وورد. يبقى انا قلت ان انا عندي ريتيرن انوردز وريتيرن اوتوردز. الريتيرن انوردز هي السيلز ريتيرن، لكن الريتيرن اوتوردز هي البارشيزز ريتيرن. طيب وهطرح كمان حاجه اسمها جودز فور اور نيوز. دي مهمه قوي يا شباب. ليه؟ لان دي دلوقتي لما انا كاونر اسحب بزنس بضاعة، فبالتالي أنا غالبا هاخدها بالثمن اللي أنا اشتريتها بيه مش الثمن اللي أنا هبيعها بيه. نقف بقى هنا ونفهمها واحدة واحدة. في حاجة اسمها الكوست بتاعت البارشيزس بتاعي. يعني إيه؟ أنا رحت اشتريت كراسي مثلا، الكرسي ب 10 جنيه، لما هاجي أبيعه هبيعه ب 12. تمام؟ لما أنا بقى كأونر وعايزه اخد كرسي فهاخده بانه ثمن؟ هاخده بالثمن اللي انا اشتريت بيه اللي هو العشرة. عشان كده الجودز فور اور نيوز بتظهر هنا، مش هتظهر مع الكابيتال في البالانس شيت. يبقى انا هنا قلت ايه؟ قلت ان انا هاخد السيلز، هطرح منها السيلز ريتيرن هتديني النت سيلز وهركنها بعيد. بعد كده هقول الكوست اوف سيلز. مكونات الكوست اوف سيلز ايه؟ اوبننج انفنتوري بلس بارشيزز ماينس بارشيزز ريتيرن ماينس جودز فور اور نيوز بلس كاريج انورد. كاريج انورد اللي هي المصاريف شراء البضاعه، مصاريف نقل البضاعه اللي عندي اللي انا اشتريتها. حلو كده؟ وهفرق بين كارجي انورد وكارجي اوتورد. ان كارجي انورد دي المصاريف اللي خاصه بالبضاعه اللي انا اشتريتها، لكن الكارجي اوتورد بتكون عباره عن المصاريف بتاعه البضاعه اللي انا بعتها وبس. دي هتظهر لي في الاخر وهوريكم هتظهر فين ونقول لي. هطرح منها الكلوزنج انفنتوري اللي هي البضاعه اللي موجوده عندي اخر المده، فهيديني الكوست اوف سيلز.
يبقى هنقول تاني مكونات الكوست اوف سيلز هي ايه؟ هي الاوبننج انفنتوري بلس بارشيزز ماينس بارشيزز ريتيرن ماينس جودز فور اون يوز بلس كاريج ان وار ماينس كلوزنج انفنتوري. هيديني الكوست اوف سيلز، هاخد النت سيلز اطرحه من الكوست اوف سيلز هيديني الجروس بروفيت. طيب لحد هنا انا دلوقتي في الجزء الاولاني من الانكم ستيتمنت او ساعات بسميه تريدنج اكاونت. ساعات يحب يتفزلك معايا في الاسئله فيقول لي بدل ما يقول لي اعملي لي الانكم ستيتمنت يقول لي هاتي لي التريدنج اكاونت. التريدنج اكاونت هو جزء من الانكم ستيتمنت وبيقف عند الجروس بروفيت. يعني لحد هنا ده كده اسمه تريدنج اكاونت. طيب الجزء الثاني اللي هو بسميه بروفيت اند لوس اكاونتنج بيكون اكاونت بروفيت اند لوس اكاونت بيبدا بالجروس بروفيت، بعمل له اد لاذر ريفينيو وليست لاذر اكسبنسز. ايه هم الاذر ريفينيو اللي بحطهم هنا؟ اي حاجه هتلاقي فيها ريسيف زي ديسكاونت ريسيف كوميشن ريسيف رنت ريسيفابل باد ديبتس ريكفرد انترست ريسيفد. كل دي اذر انكم او اذر ريفينيو. يعني هنا الوقت انا هقول اذر ريفينيو او هقول اذر انكم، ماشي؟ طيب يبقى انا هنا اي انكم هتجيلي مختلفه هقوم مجمعاها وحطها في جنب هنا واجي بعد كده اقول اذر اكسبنس. اذر اكسبنسز اي مصروفات موجوده عندي زي ايه؟ ايه المثال ليها؟ عندي ويجز سالري رنت ريتس انشورنس الكتريستي باور هيتنج لايتنج ديسكاونت الاود carriage outwards carriage outwards. هتظهر لي هنا اهو. مش احنا قلنا ان انا في البارشيزس بيبقى عندي البارشيزس ريتر، في عندي هنا اهي carriage inward اللي هي خاصه بمين؟ بالبارشيز. قلت ان السيلز inward اللي هو carriage outward اللي هي خاصه بالسيلز دي بتكون موجودة في الايه؟ في الجزء الاخراني اللي هو other expense. وفي عندي bad debts وفي عندي depreciation، في حاجات كتير طول ما انا شغالة كل شوية هطلع حاجة وهقول لكم الحاجة دي بتروح فين. في الاخر هيديني ال profit for the year. طيب دلوقتي لما هيديني ال profit بتاع السنة هاخده وهروح بيه البالانس شيت واقوم حطاه هنا اهو كده علشان اوصل في الاخر لاني اعمل البالانس شيت بتاعي اللي لازم يكون التوتال اسيتس بتاعه بيساوي الايه؟ بيساوي اللايبيليتي اند كابيتال. طيب لحد هنا اللي مش فاهم حاجة يقول لي أنا مش فاهم أو عيدي ده، أو اللي عايز يسأل سؤال في الجزء ده يسأل. طب قولوا لي مين فاهم ومين مش فاهم أو إيه اللي واقف معاكم؟ أنا فاهم كل حاجة. كله فاهم؟ اوكي. طيب نكمل. في مساله قدامي اهي، عايزين ورقه وقلم كده ونحاول نحلها ونشوف. نقرا الاول، نتعود دايما ان انا لما يجي لي مساله فانا بحاول اقرا المساله واحده واحده وافهم فيها ايه وبعد كده ابدا احل. فهو هنا بيقول لي ايه؟ The following information is taken from the books of Rami at
31 ديسمبر 2005. ماشي، في عندي ايه؟ في عندي premises، motor van، provision for depreciation of motor van، furniture، provision، inventory، trade receivable، cash، loan، trade payable، other payable، capital opening، profit for the year، down. وعايز مني اعمل statement of financial position او البالانس شيت، الاثنين نفس الكلام على حاجه، على نفس الحاجه. طيب ممكن كده بالورقه والقلم ونحاول نعملها ونشوف هتطلع معانا ازاي. ممكن نمسك بند بند ونقول هنمسك الأول بند بند وبعد كده نبدأ نشتغل نكتب. طيب أنا هنا أول حاجة البريميسز، البريميسز دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه من الحاجات بتاعتي؟ إحنا متفقين إن أنا عندي assets عبارة عن non-current assets و current assets، وعندي liability اللي هي عبارة برضو عن non-current liability و current liability، وعندي الكابيتال. تعالوا نمسك بند بند ونشوف البند ده ايه. البريميسز ده عباره عن ايه؟ عن assets. طيب عن ايه؟ non current assets ولا current assets؟ non current assets. تمام، يبقى البريميسز ده non current assets، والموتور فان non current assets. وجايب لي حاجه بقى اسمها، نعم ما انا كنت بقول برضو non current asset. non current asset. طيب وعندي provision for depreciation of motor van. ال depreciation احنا هناخده بعد كده، بس هديكوا فكره يعني ايه provision for depreciation. هو المفروض ان انا الموتور فان دي حاجات من اللي هي الايه، العناصر بتاعت ال non current asset. ال non current asset دي بعمل لها حاجه اسمها اهلاك. يعني مثلا انت لو جبت عربيه والعربيه دي النهارده ثمنها 100,000، على اخر السنه هيفضل ثمنها 100,000؟ لا، هتقل. النسبه اللي بتقل بيها او القيمه اللي بتقل بيها دي اسمه الديبريسيشن بتاعها في نفس السنه. فهو هنا مديهولنا، ولو تفتكروا احنا لما جينا هنا شايفين هنا في اول البالانس شيت، المفروض وانا بعمل البالانس شيت انا بعمل ثلاث خانات، الثلاث خانات دول شغالين لحد النون كارنت اسيتس ما يخلص. عباره عن ايه؟ عن الكوست اللي هو المبلغ اللي انا اشتريت بيه اي حاجه من الحاجات دي، ولنعتبر مثلا ايه الموتور فان. الموتور فان انا اشتريتها ب 100,000، استهلكتها السنه دي ب 10,000، هيبقى النت بوك فاليو او اللي هو السعر الحقيقي ليها في اخر السنه هيبقى الاثنين مطروحين من بعض. يعني لو انا الموتور فان بتاعتي 100,000 واستهلكتها ب 10,000، يبقى النت بوك فاليو بتاعتي عباره عن ايه؟ 90,000. واضح يا شباب؟ طيب يبقى الجزء ده اللي هو البريميسز والموتور فان والفرنيتشر والفيتنج اند فيكتشرز، كل الحاجات دي بعملها نفس الطريقه، باخد الكوست بتاعها وبطرح منه الديبريسيشن او البروفيجن فور ديبريسيشن، فبيديني النت بوك فاليو، بجمعهم كلهم مع بعض بيتحطوا هنا، هو ده اللي بيبقى توتال، التوتال بتاع النون كارنت اسيتس اللي عندي. طيب دلوقتي هو مدينا ايه في المساله بتاعتي؟ هو ادانا البريميسز، فالبريميسز هحطه في اول خانه. ثانيه هوريكم شكل الدنيا معايا واحده واحده، هنبقى بين الصفحه دي والصفحه اللي انا هعملها دلوقتي.
هنا هيبقى ثانية معايا. طيب هنا الثلاث خانات اللي قدامي دول عبارة عن cost و provision و net book value NPV. طيب هنبدأ نكتب بند بند. احنا هنقول الاسيتس تحتها NCA اللي هي نون كارنت اسيتس، نون كارنت اسيتس هو مديني البريميسز البريميسز هو مدياني ب 120,000 لكن مش مديني بروفيجن ليها، فهاجي في النت بوك فاليو واقوم حطاها ال 120. طيب بعد كده هو مدي الموتور فان ام في ب 70,000 والديبريسيشن بتاعتها ب 10,000 هحط 60,000 يبقى هتبقى ب 60,000 صح. طيب بعد كده الفرنيتشر ب 30,000 والبروفيجن بتاعتها ب 2000 قطع رقمين من بعض هيديني 28,000. اجمع بقى خلاص انا كده خلصت النون كارنت اسيتس اجمعهم هيديني 208,000. طيب هاجي بعد كده اعمل الكارنت اسيت سي اي. طيب الكارنت اسيت عندي موجود عندي ايه في المساله؟ اهي عندي احنا دلوقتي خلصنا البريميسز وخلصنا الموتور فان بالبروفيجن بتاعها والفرنيتشر بالبروفيجن بتاعها. هبدأ بقى الانفنتوري دي current assets تمام لأنها من الحاجات اللي هي بتاعتي اللي مدتها أقل من سنة، والtrade receivable برضو نفس الحكاية والكاش. طيب
احنا ممكن الاول يعني نقول كل حاجه فيها ايه. الانفنتوري كارنت اسيت، التريد ريسيفابل كارنت اسيت، الكاش كارنت اسيت، اللون نون كارنت لايبيليتي لانه كارد انا واخداه فالتزام عليا مدته طويله. بعد كده التريد بيبل دي بتكون كارنت لايبيليتي، والازل بيبل كارنت لايبيليتي. الكابيتال اوبننج هتبقى في الكابيتال، والبروفيت هتبقى برضه تبع الكابيتال، والدرونجز هتبقى تبع الكابيتال. خلينا نمشي واحده واحده. هنقول الكرنت اسيتس عباره عن ايه؟ الانفنتوري والتريد ريسيفابل والكاش. يلا نعملهم. انفنتوري بقيمته 17,000. 17,000. طيب وهقول كمان الايه تي ريسيفابل تي ار ب 15,000، واقول الكاش ب 10,000. ب 10,000. يلا نجمع التلاتة هيديني 42,000. اجمع بقى التوتال اسيت كله. هيبقى 250,000. هنا ال 250 دي هي اللي انا عايزه اوصل لها في الاخر، ان الجزء الثاني اللي هو عباره عن الكابيتال زائد اللايبيليتي بيساوي ال 250,000. تمام؟ يبقى انا هقف لحد هنا وهجيب بقى صفحه ثانيه لان الدنيا هنا عندي مش هتكفي، بس انا الجزء اللي عندي ده خلص. ناخد بقى الايه؟ الجزء الثاني اللي هو الكابيتال. هقول الأول الكابيتال هيكون عبارة عن كابيتال اوبننج، هعمل العمودين بتوعي، انا هشتغل في اخر عمودين لان انا مش محتاجه العمود الاولين. هيبقى الكابيتال اوبننج ب 100,000، هجمع عليه البروفيت 150,000، اظن هننقص 50,000. تمام، واطرح منه الدرونج هي 50,000 ب 50,000، بالمنص احطه بين قوسين. هيبقى مجموعهم كام؟ 200,000. بعد كده هقول ايه؟ النون كارنت لايبيليتي ان سي ال بلو، واللون دي قيمتها 40,000. انا حطيتها في الخانه الاخرانيه لاني ما عنديش حاجات تانية هجمعها عليه. بعد كده هقول الكرنت لايبيليتي سي دي سي، مش او يا جماعه هو اللي عمله، بيكون عباره عن التريد بيبل اللي هو قايل لي ب 2000، والاذر بيبل اللي هي 8000 اللي هي ب 2000، والاذر بيبل اللي ب 8000 ب 8000. نجمعها هتديني ال 10,000. نجمع ال 200، نجمع ال 200 زائد ال 40 زائد ال 100 هيديني 250,000. يبقى انا كده وصلت لان
الجزئين اللي هو التوتال اسيتس بيساوي التوتال كابيتال زائد لايبلتي. يبقى انا كده حليت المساله صح. في مشكله لحد كده؟ حد عايز يسال على حاجه؟ لا. طيب هنا احنا كده اتكلمنا على ده. في حاجات بقى بسيطة المفروض ان انا اجمعها من الشابتر الاولين. الحاجات دي بقى بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على نفس القيم اللي احنا جبناها من المسألة اللي احنا حليناها الوقت. هو الوقتي بيقول لي ايه؟ هو بيقول لي ان عندي نسب معينة بتبقى موجودة عندي وبيسأل دايما عليها. النسب دي زي ايه؟ زي الكارنت ريشيو، والكارنت ريشيو دي بتكون عباره عن الكارنت اسيتس مقسومه على الكارنت لايبيلتي، ودي بتبقى ساتيسفايد لما بتكون 2:1. كل ما تعلى تبقى كويسه، كل ما تقل بتبقى مش كويسه. يعني لو ادتني نتيجه اقل من 2:1 فهي انساتيسفايد معايا، لكن لو ادتني 2 او اعلى من 2 فهي ساتيسفايد. طيب هنحل نفس المسألة اللي كانت معانا الوقت. هنقول ايه؟ هنقول ان الكارنت ريشيو هتكون عبارة عن الكارنت اسيت مقسومة على كارنت لايبيليتي اللي هي هتساوي ايه؟ هتساوي 42000 اللي هي ايه؟ 42000 على الايه؟ ال 10000 اللي هي current liability. لو جيت قسمت الرقم ده فهيطلع لي 4.221. طيب 4.221 يعني معنى كده ان ده ايه؟ اكتر من الاثنين ولا اقل؟ ده كده اعلى من الاثنين، يبقى دي ساتيسفايد معايا، دي كويسه جدا. دي نسبه سيوله لما جيت حسبتها هي الكارنت اسيتس مقسومه على الكارنت لايبيليتي لقيتها معديه الاثنين، هي المفروض ان هي تبقى 2:1، هي طلعت لي 4.221. فهي كده بالنسبه لي حلوه قوي. النسبه دي اسمها كويك، اسمها كارنت ريشيو، واسمها وركينج كابيتال ريشيو. تمام. طيب بعد كده طالب في نسبة تانية المفروض ان احنا هنقول عليها اسمها كويك ريشيو. الكويك ريشيو دي بتساوي ايه؟ بتساوي نفس الكلام الكارنت اسيتس ماينس الستوك على الكارنت لايبيليتي، يعني نفس النسبة اللي انا عملتها بس هطرح منها الستوك او الانفنتوري. طيب هقول قارن واحدة هقول current assets minus inventory على current liability. طيب ال current assets عندي بكام؟ ب 42000.
ماينس 17000 اللي هي الانفنتوري مقسومه على الكرنت لايبيليتي اللي هي ال 10000، دي ادتني ايه؟ هتديني 2251 معايا. هو اصلا المفروض ان هي تبقى 1 تو 1، كل ما هتزيد هتبقى حلوه، كل ما هتقل مش هتبقى كويس. طيب بعد كده هو طالب مني حاجه اسمها working capital. working capital ده اللي هو عباره عن طيب ال current assets عندي ب 42000 وال current assets ب 42000 وال current liability ب 10000، اطرح الاثنين هتبقى 32000. اوكي نرجع تاني نقول القوانين اللي خدناها. القانون الاولاني بيقول لي الكارنت ريشيو، الكارنت ريشيو بتكون عباره عن كارنت اسيتس مقسومه على الكارنت لايبيليتي، ودي بتكون 2 لـ 1. طيب بعد كده الكويك ريشيو دي بتكون عباره عن الكارنت اسيتس ناقص الستوك على الكارنت لايبيليتي، ودي المفروض ان هي تكون 1 لـ 1. كل ما هتزيد هتبقى احسن، كل ما هتقل هتبقى مش كويس. بعد كده بنتكلم على الوركينج كابيتال اللي هو بطرح الكارنت اسيتس من الكارنت لايبيلتي. اخر بقى قانون عندي اللي هو الكابيتال امبلويد. ايه هو الكابيتال امبلويد؟ انا بسميه اللي هو راس هو الكابيتال الوركينج كابيتال هو راس المال العامل، راس المال اللي معايا عشان اشغله، لكن اللي بيشتغل فعلا هو الكابيتال امبلويد. الكابيتال امبلويد بيكون عباره عن اللون بلس الكابيتال او النون كارنت اسيتس بلس الكارنت اسيتس ماينس الكارنت لايبيليتي او النون كارنت اسيتس بلس الوركينج كابيتال. اي قانون من الثلاثه اوكي، بس بيبقى حافظه طبعا القوانين كلها. دي بتكون الكابيتال امبلويد. احنا دلوقتي طلعنا النسبتين اللي هو الكويك ريشيو والكارنت ريشيو، وبعد كده هنقول هنطلع بقى الوركينج كابيتال ونطلع الكابيتال امبلويد بالثلاث طرق. طيب دلوقتي لما هاجي اقول الوركينج كابيتال بيساوي 2 0 0 1 1 هفتح الاثنين هيديني 5. عندي الكابيتال امبلويد هيبقى اول حاجه اللون زائد الكابيتال، كابيتال امبلويد اللون زائد الكابيتال اللي هو 40000 زائد 200 هيساوي ال 240000.
الثانية non-current assets plus current assets plus current assets minus current liability. ماشي ماشي، هتبقى 208 ألف طبعا بلس 42 ألف ماينس 10,000 هتديني 240 ألف. طيب وآخر واحدة هيبقى non-current assets plus working capital هتساوي 208 زائد 32,000 فهتدي 240,000. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، واللي مش فاهم حاجه يقول لي وانا اعيدها تاني، ما عنديش مشكله. انا فهمت اه الجزء ده. طيب في مشكله في الجزء اللي اتشرح او في اي اسئله عليه؟ مس أمل بنشكر حضرتك جدا جدا على وقت حضرتك وعلى الشرح الجميل ده، وسيشن ممتازة ما شاء الله، وشكرا جدا لحضرتك. شكرا يا مس أمل. سلام سلام، مع السلامة. سلام. الله يسلمك.